اجتمع عشاق الشعر والادب في ابو ظبي عاصمه دوله الامارات العربيه المتحده لاستمتاع بامسيات شعريه وجلسات ادبيه عن الثقافه والفنون الشعبيه الاماراتيه من تنظيم مركز ابو ظبي للغه العربيه التابع لدار الثقافه والسياحه. عنوان جلستنا اليوم لحن البحر الاثير. اخونا الفنان الموسيقي إبراهيم جمعة. بما أننا قد بدأنا معه من خلال النهمة فنسأله عن نهمة البحر. نهمة البحر نهمتنا هاي نهمة التقصير والنهمات عديدة في البحر. نهمة الخطفة قبل خطفة الشراع أنتم بعد شلة معينة مختصة برفع الشراع خطف دار الهوى شاب يا ابو عكر زيارة سافر من بكر المره او في جزيره تسمى المدركه بين صلاوه وبين راس الهند في عمان. في ناس من الامارات وخصوصا اهل عمان يغوصون قريب من جزيره سقطره وهذه ندر يعني الناس اللي يزيرون هناك وبعدين اختلطوا بها سقطرة واعتقد بعد تزاوجوا وهذا هم اكتشفوا الهيرات اللي موجودة هنا ف على اساسهم يعني يسافرون من 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 مضيق هرمز الى بحر عمان الى خليج عدن واعتقد يعملون بعض التصليحات او بعض الاستراحات في بعض الموانئ اللي هي جنوبي شرقي اليمن اللي هي مثلا المكلا وبعدين الى بندر عدن فور بكسر وبعدين هذا بالنسبه للسفاره بعد اللي يقدر يعني يجاوز للقرن الافريقي يسافر نزل الجبار او يروح الى مومباسا موانئ هاي موانئ كينيا. ففي فنون عديده استوردت من سواحل من السواحل السواحل اللي هي يتكلمون باللغه الساحليه السواحليه اللي هم كينيا وزنجبار. زنجبار تعرفون انتم قصتها كانت اول زنجبار وحده وبعدين تنجانيقا اتحدت معاها وصارت تنزانيا الى 1964 هي كانت زنجبار طبعا دي اخر يعني سلطان كذلك عمان اسمه جمشيد البوسعيد. فنقلوا الليوة ونقلوا النوبان من النوبة يسمى عندنا هني اتكلم عن الفنون الشعبية ايه اللي يسمى في المهر عفوا النوبان طبعا من النوبة قالوا من يعني عارفة كلهم يعني تاجرون يعني من عمان الى 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 الجزيرة العربية يعبرون الى البحر الاحمر الى مواني مومباسا الى الاقصر الى هذا السلم سلمها خماسي لان هي دائما طبعا المدن اللي قريبه على حسب التضاريس المدن المصريه اللي هي قريبه من الليبي يتكلمونها اللهجه الليبيه اللي في سيناء يتكلمونها اللهجه النجديه اللي في مثلا النوبه بحيث انهم قريبين من السودان فلهجتهم سودانيه. لذلك ان النوبان سلمه خماسي يختلف عن السلالم المستخدمه في القاهره وفي الاسكندريه وفي نحن نسمي هذا الفن النوبان نسبه للنوبه لكن في الخليج يسمونه الطنبوره نسبه لاله الطنبوره الا نحن نسميه النوبان على اساس من البلد الاصل اللي اتى منها هذا الفن وجذوره هي النوبة. الآلة هذه الطنبورة عمرها 5000 سنة طبعا. 5000 سنة عمرها من عمر الفراعنة. قال إن لما سافرت كليوباترا بالحاق إلى جوليوس روما فأخذت الآلة هذه هدية لذلك إن هي طورت هناك وأصبحت الهرم. هذه معلومات عن الفنون اللي
البير الموال انها ما سمعتوها نعمه الرؤوس، لكن 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 هنا السفر يختلف عندنا. سفرنا متى؟ سفرنا اثناء ما يكون عندنا نحن هني فصل الشتاء في الامارات في الخليج، لان كل محيط الهندي هادي، فيسافرون في شتانا على حسب ظروف المحيط الى مسقط، من مسقط الى 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 صلالة، من صلالة الى مكنة، من مكنة الى ولا الى اخره، حول كامل طبعا، ويرجعون بنفس الموسم على حسب ظروف المحيط. فغناهم يختلف، من يقول يا ابني، ونحن في الامارات لنا بعد نهمة خاصة يا ليلي يا لال، ويستخدمون كلمة بعد مصطلح ثاني، فيبتدون في مواويل السفر استهونك، شوف الكلمة الجملة يعيدونها 5 مرات 6 مرات كل مرة بشكل آخر، مثلا استهونك يا نفس، 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 خفت الصبر يا بيج، خفت الصبر يا بيج، اثرش طويلة بال، اثرش طويلة بال، يا لال يا لال يا لال يا لال يا لال. إبراهيم، في بداية حياتك المصرية مارست التمثيل، كونت فرقة، متى بدأت معك؟ خلنا من الرياضة، متشجع من الأندية، خلنا متى شرارة الموسيقى علقت فيك؟ موسيقى، احنا فريج، فريج كلنا غاصة وصفار، هذا من سوق السمك، الضراري، فريد عيال ناصر، المرر، كلهم اللي عايشين في الفريج كلهم، يا قواويش، لا مو قواويش، والله ما فيهم، يا غاصة، يا سفارة، يا سفارة، خشب، غاصة خشب كبار يعني، وخشب، خشب الغوص عندنا في البيت، في الشندغة، وفي في وبعدين طبعا الشارجه في الهامور والجريدي والحمار وين تاثرت بفنون البحر، لاني انا مجاور البحر حتى في الليل. قبل نحن في خيام، عايشين في خيام، الخيمه فوقها طربال، طربال يحمينا يعني تقريبا من البطر من الامطار، يحفظ الخيمه عن لا تخرب، تعرف يعني تخرب المطر علينا، هذا الضربان يوم يطيح المطر يسوي صوت، ونحن على سيبة البحر، على سيبة البحر، كل البراغي ممكن ساحل ابيض، ترابها ابيض جميل، تستوي حالة عندنا، ارضية ترابية في النص، فتسمع خريق البحر، صوت البحر احيانا يختلط مع المطر فيعمل هرموني غريب، انا استانس. طبعا مو كل وقت يومي المطر، هم طول الوقت تهدى الامور كلها، طبعا هدوء قبل، ناس فناره ما فناره، تسمع البحر يعني يدخل في وجدانك، تحس انك انت انسان يعني لك البحر هذا، انت صاحب البحر، انت بحري. وبعدين الناس اللي يجون ذكروا ضغاي تسمعهم يوم 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 يمدون الوقت، يوم يمدون الليخ ويشبلون الليخ لهم مغازيج، يوم يرجون المحمل تسمع بعد بالدور شامي،
عبد الله حلف ما يصير، لا لا دوما ما يصير، كله فنون، كله فنون شعبية. هل بالعيال في الفريج هذا، هل بالليوة في الفريج هذا، هل بالنوبان في الفريج هذا، هل بالهرة، هل بالحدوة، كله في الفريج هذا. فطبيعي أنا تعايشت مع هذا الفنون كله، من أبوتي، من أصدقاء أبوتي، وكل حد هناك في الفريج هذا كلهم عمامي أنا. كلهم يشيلوني يدخلوني يسمونك ياخذونك من ربعك يعني من يديك يودونك يلا تفضل هو تجلس بين الريايين حتى يوم ياخذون القلاطه في السفارة في المخ قلاطه المخ بيت البدور دور بيت عود بيت سركاني عود كان يوسف رحمه الله عليه او احمد الله يرحمه يعني ناس لهم يعني مكانه في الاسفار فتحصل هاي الاسفار الريايين اتعلم السنع منهم اتعلم الاصول منهم اتعلم انت زقريت الناس ماخذ فكره عن يوم تقول واحد هاي زقرتيه وهاي زقرتي على بالهم هاي كلمه باطله لا الزقرتي يعني الانسان اللي يعرف السنع الانسان اللي يعرف الاصول زقرتي يعني متكامل رجل فاهم رجل لبق لبق يعرف كيف ينطق الكلمه ف اكيد طبيعي انا تاثرت بالبحر اكثر من البر وبعدين نحن ما بيننا مسافه بين البر والبحر البر قريب منا والبحر قريب منا ولكن احنا مصطلحاتنا البحريه اللي متغلبه علينا وعلى وجدانيتنا وعلى احاسيسنا وعلى مشاعرنا لذلك نستغلها ونتغنى بها دائما وبعدين كل جمعه كل جمعه الفرق هذه تتجمع وتقدم فنونها بدون اي مقابل هوس ناس فيهم هوس فتسمع عده فنون في اشياء منها انقرضت لان ما هناك اهتمام بالفنون هذه عندنا نحن 103 الوان من الفنون من السلع الى الفجير لكن في حاجه الى من يعني يبحث عنها يدونها يصورها يقدمها بشكل عصري جميل يواكب العصر ابراهيم متى كتبت اول لحن؟ في الكشاف كان عمري 13 سنه كنا على مستوى الامارات قبل في الستينات دبي وابو ظبي والشارجه فصرت انا يعني انا من ضمن الاصدقاء اللي هم رشحوا بفرقه مع فرقه الكشافه لمعسكر قطر انا احصل اجازه في السنه 30 يوم 15 يوم معسكر قطر 15 يوم معسكر الكويت فورح زين قطر معانا يعني مجموعه الاخ العزيز الله يشفيه جمعه غريب والله يشفي بلال الخميس ومحسن بركات والمقامي هذول كانوا كشاف كبار وانا اللي الف لهم لك يا قطر اجمل تحيه من دبي العربيه بقلوبنا الشفقانه تحتفلج فرحانه هاي مجرد سكتش احنا نتمنى سكتشات في الكشافه فطبعا السعودية والكويت مشتركين يعني يعطونك مجال لكل دولة تقدم ليلة سمر يعني سمر هذا سمر يعني خلاص للدولة هذه المقررة فقدمت التحية بعدين اهتم فيه أستاذ كبير اسمه عبد الرحيم قدورة عبد الرحيم قدورة اختارني في الفرقة الموسيقية بالكشاف فبدأ قال لي أنا اخترتك وتعب وفي واحد من اصدقائي العزيزين علي في فريجي في حي انا اللي ساكن فيه اسمه سالم سيف هذا اللي علمني اصول الايقاع وبعدين طبعا حظينا بدوره ايام الاستاذ عبد الله لويس الله 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 يشفيه الى القاهره وهناك قال لي عميد الكليه لا تمسك العود انا لا يتعلم عود قال لا انت عندك الايقاع ما شاء الله ايقاعك قوي فما في داعي له لان العود بيحبسك انت التك الايقاع فقال لي انت انسان عفوي خليك كل العود بيحددك كرهت هذا المدرس بعدين مسكني المايسترو حماد النادي والمايسترو محمد مصطفى كامل اللي ادخل الكمان الكهربائي في رساله من تحت الماء في كلمات نزار قباني والحال الموجي وانا قال لي يا ابني روح بوس العميد ده على راسه قال لك انت خليك مليق كده انت موهوب لكن بس ثقافه
لان العود مش التك اللقاع، واللقاع هو العمود الفقري للفرقه. الناس تقول اللي ما يعزف عود والله هذا مو ملح. العود اله صمام، مو بالعود انت هنا المشاعر الاحاسيس كذا انت موهوب. عبد الوهاب رحمه الله عليه عمره ما مسك عود لحن الا 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 او يترنم باللحن بعدين يطبق العود. ابراهيم الناس الان ثقافه الموسيقى شوي، لان اي الواحد ما يعزف ولا خلاص ركب ملحن. لا لا عمره ما يعزف لحن، لا لا وسيله. اخوي ابراهيم اول لحن عملته لاغنيه لفنان؟ اول لحن عملته لاغنيه لفنان؟ يعني انا علاقتي بعبد الله طبعا. عبد الله بخير علاقتي به، وبعدين يعني من خلاله طبعا عبد الله الرويشن، واكثر الاعمال اللي عبد الله الرويشن كانت ولا ابو بكر سالم. هني صار الانتشار، يعني كسبت جمهور جده والسعوديه، كسبت جمهور الكويت. من خلال شوف انت لازم تعرف دور المشاهير، لان المشهور تتعلق اسمك معاه، تعرف كيف؟ ما في شرف. والحمد لله بعدين محمد عبده في اغنيه وطنيه، وجورج وسوف، وفضل شاكر، وبعدين جت قضيه مشكلني، قال راشد المجد انا ودي تسوي لي اغنيه يعني مثلا شعبيه كذي، يعني مثل ما تقول صرخه، اغنيه صرخه موديل هذه فيشن عملت. وانا امشي في القاهره شفت سياره مكتوب عليها ابعد عن الشر وغني، فقلت مشكلني احبك يا روح اروح مشكلني. ها؟ وكملت الاغنيه ومسجله يا رجل. احيانا ما تفكر في اغنيه هاي سندويشات. الالحان الكبيره تختلف يوم تعمل لحن للرويد او لعبد الله لابو بكر سالم او مثلا فضل شاكر او جورج وسوف، تختلف الوضع. انت يعني لما انت تتعامل مع انسان مثقف يضيف لك شيء، لكن المطرب اللي يبغى يغني متدرب حتى انت ما تتطور معاه، ما تقدر تطور نفسك بها. كل ما تقول شيء قال الله الله حلوه حلوه، لكن المطربين الكبار لا، بالله يقول لك فكر في جمله ثانيه، خليك بكره اسمع. فهني انت تستمد انت يعني موهبتك باساتذه يضيفون لك جمل، يضيفون لك عمل، يعني تستمع لهم وتقول لهم ان شاء الله عشان تستفيد. Thank you.
الفريدان. الفريدان يبارك غير الشوي. هذا الفريدان دائما في خشب الغوص. دائما في خشب الغوص. في تقال غرد. وفي القلمي. القلمي الشراع الصغير. الفريدان هذا هو بوتاغاز السفينة، مطبخ السفينة. أو الصمعة أو الجلبوت. فيشلونه كل ظهر عقب صلاة العصر على طول توقيت بعد صلاة العصر. يشلون السيوف مو بالغاصة، الغيص في أي بي في البلاد. الفن السي بي ويشلون السريدان مثل زفة العريس بالخط. المسافة من هذا المربع من هذه إلى الميكروفون هاي المسافة تأخذ 10 دقائق. لو تخطيها أنت ما بتأخذ ثواني. كأنه مزافين العريس فرداني مالخان مرشوي وين دخل ويعملون ويقومون يقولون على الفن. فالفن هذه تستوي مثل الفلامنجو تقول يعني اسبانيولي. يشلونه كل ما يمشون خطوتين حطوا صفوا تك 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 يشلوا سريداني مالك خالي. وبعد يرجعون مره ثانيه يشلونه بنفس الطريقه الى ما يوصلونه الى القايم. عكس ناخذها مني ولا الجهه الثانيه على الفن في زاويه الفن. فليه طقوس طبعا في مقدمين مقدمي صدر اللي هو نايم النخلة في شيء مقدم يتبر اللي هو الطباخ. في واحد ثاني يعني هذا يراعونه مثل الغرش لا تنكسر في مراعاة اللي هو النهام. معظم النهامين يصابون يعني بأمراض غريبة وعجيبة يا انتفاضة يفل. أو اغلبهم طبعا عميان ولكن هاي مصدف هم عادة طبعا قبول يعني هم في تفكيرهم ان هذا يعني كفخه يسمونه كفخه يعني كفخه دنيا وكفخه كذا مثل الاساطير اللي يتكلمون عنها بابا درياء وابو صبيان وابو الدويس وخرافات. وين الصري يمر مركب مثلا السنانه والمعليه ودواركه وداره وسردانه جاي من الهند يبغي اذا يبغي عالي يسمونه معلي. فيجيبون الصري يقولون جن في الليل. هاي صري الجن. ما في يعني ما كان في كهرباء ولا ذات ولا درجه. الفوسفور هذا اللي على ساعات في فرينا في الغي يوم تحط ايديك على سيفة البحر تلبق اللي تولع اول الفوسفور مو هذا بعد صري الجن. ف يعني كل واحد على هواه يعني تعرف ما لك ثقافه يعني اللي فيه مفهوم شو ليه هذا وش اسمه أو المركبة الرايف هذا كل شيء هم يترجمون على هواهم على 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 ما يفهمون. ومساكين بابا دريا وبين في البحر بابا دريا. لذلك إن في شغلة الغاصة والسيوف ما يحطون حقف الجلد هذا الحزام الجلدي ما يلبسون الخيط على أساس إنه من بابا دريا يوميهم إذا فيها مثل منشارة إذا بيشلهم ينقص الخيط تروح المكان. بس الجلد لا ودي مغربه في الانترنت. هذا تفكير مسافر مغاصه بدون اكسجين 14 ارباع هذا الواحد مرض سبعة للمتعة وراس مالها الحمد لله رب العالمين. جهدوا في سبيل عوائلهم يترزقون من الله هو ناس اكرام يعني هو اصحاب عز وكرام. ابراهيم لحنت كثير من الأغنيات كثير من الأوبريتات كثير من المهرجانات. كيف تلح؟ أنا تكلمت هي موهبة يعني نحن الموهوبين دايما. لكن ما تقول أنا موهوب ما 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 تكون مطلع أو مثقف. شو ممارساتك للتلحين؟ كيف تلح؟ على الإيقاع. وبعدين
اللحن اذا انت موهوب مثقف وتسمع. انا في رايي انا السمع فادني اكثر من الاوراق. ليش؟ السمع يخليني اخزن واعمل مستودع جميل. فلما اقبل على لحن اكون اني يعني انا لحن ما اجل الا بكره اللحن. اذا اجلت خلاص انساه ما اقدر. نحن ناس انيين موهوبين لان في ملحنين نوعين. نوع درس وتخرج وعمل مجمع من الثقافه الموسيقيه عفوي وتمكن من انه استطاعت يلحن، لكن هذا ياخذ اسبوع ليلحن. لكن نحن لا، نحن على طول. السمع فادني اسمع شتراوس، اسمع العيال، اسمع شوبير، اسمع باخ، شتراوس، تشايكوفسكي، واسمع الليوة، واسمع فنوني الشعبية، واسمع عبد الوهاب، واسمع المألوف التونسي، اسمع القنود الحلبية. لازم انا اي تراث في الوطن العربي تراثي. انا من أمة عربية فحلا. اي تراث. واحد جاني يعني مرة قال لي انت صارك جملة من القدود الحلبية. قلت له وانا وين؟ الامارات العربية المتحدة. فوطني من المحيط للخليج. فاعتقد شكرا. فاعتقد انك ما دام انت من هالامه اي تراث خلاص. ما في اي سرقه او اي اعتداء على موروث غيرك. اللي هي الجمله وين يا ابن الخارج الامه العربيه؟ لا من الامه العربيه. فللحق اتجول واسيح واتمنى استمتع بالفنون العربيه. يعني الناس حاطه حضاره من الاندلس للان. ابراهيم الموصلي اللي اضاف المؤتمر الخامس، وبعدين المالوف التونسي هذا اللي تسمعه في 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 تونس مثلا. الاخ مثلا ابو بدر مره سعاده الاستاذ بلال البدور يعني دعا فرقه تونسيه مره وقدمت اعتقد فنونها في مسرح غرفه التجاره اعتقد. جزاه الله خير. شفنا فنون متعددة في الفرقة، فنون يعني قديمة لكنها متطورة مواكبة العصر بحيث أنها ما تخرج عن إطارها الشعبي ومن جذورها. لكن شوف فنون استمتعنا استمتاع ما تصور يعني. جزاه الله خير. أنا يا أخي أسمع كل الفنون، أسمع حتى ماريا كاري أسمعها، حتى ودني يوسن أسمعها. لازم أي موسيقى هذا غذاء لي أنا. أي شيء جديد غذاء لي واستمتع فيه. إبراهيم أنت ملحن وكاتب أغنية أيضا، شو اللي خليك تكتب الأغنية؟ الحب. يعني ما أقدر أخبي على لي الشرف اللي حبيته وزوجت اللي حبيته. هاي صارت قصة عنتر وعبلة ما بقول لك عنها. الحمد لله أنا يعني صراحة الوطن والحب. الحب العاطفي وحبك للوطن. ما في شيء أغلى أفضل من الحبين. سبحان الله. لما تحب تعاني ولما تعاني تكتب. ولما تحب وطنك يعني تربتك الغالية هذه أمك الأبدية هذه. يعني أمهات ولدونا والله يرحمهم ما قصروا، لكن هذه الأبدية لك ولأحفادك ولأحفاد أحفادك. إبراهيم في يوم من الأيام قررت اعتزال التلحين ورجعت. ليش قررت تعتزل وليش رجعت؟ يا أخي ما كان في يعني نحن طلعنا بمجهود الفردي. الكويت احترقتنا يعني. بالخير برغم انه ما يعني، لكن انا بتكلم عن الجانب الايجابي. هو اللي اخذ كلماتي. انا مو بشاعر. شوف هني لذلك ان هني عندنا نحن الان
لجنة النصوص تجيز الأغنية النبطية، في هناك الأغنية المفردة، في هناك التفعيل، فالأغاني مبشر. يعني أنا إنسان مؤلف، والمؤلف يكتب قصة موجزة، تعرف كيف؟ وبعدين لا تقول لي تعال أنا والله يا إبراهيم جمعة أبغى تألف لي، لا تأمرني، ما بقدر. إيه دي مثل السايبة، سايبتك سجلني. أنا هواك، ها؟ أنا هواك. سمعت كيف؟ فحبي لأم العيال خلنا نكتب، خلنا نكتب. الله يعني لا يخدي الفلكلور، شوف أنت تبي تنجح استمد من هالفلكلور، هذا النهر الجميل خذه وطوره. الفلكلور عندما يقال لغنا بيتين، أنت تطوره، كتبت نعده. يعني هذه يوم يرسون طبعا الحريم قبل، عفوا أنا قلت يرسون الحريم قبل، عندنا في فريدنا في كل فريد قبل في الرايح العصر. الرايح هذا طبعا هواكم كل من القواطي هاي، ها قطع على نص قوق يسمون الكرز بعد نبت الاحمر، ها يلسوا يحطون الماي هذا الماي القوطي في في الكاس، ولا عنده كجوجة، ولا تسقى البرقعه، ولا تعدل الشبك، ولا تحط السيف مال البرقع، ولا هذا يقول السيف الله يا الله يسجد عليك الماي. انا هذا ابوك ما عبرني، انا هذه الكلمه اللي اخذتها اللي هي اجبرتني اني اخذ الكلور هذا، لان في قطر ما عبرني ما احترمني، ونحن عندنا ما عبرني ما عبرني بالعبره، من بر الى بر، بر دير الى بر، من 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 الشارع الى اللي عبره بعد في كل مكان، صح ولا لا؟ فابوك ما عبرني، انا هو رفضني طبعا، قال انت شو تسوي؟ يخطب ده شو عندك تحتاج تخطب؟ فتبقى له ما عندي شيء نطلع قبع فنان، قالوا يا بني لا بوي انا ما قلت له فنان، يا بقول له انا يعني مأذن بس محمد مطوع، لانه مطوع هو، فللحق هو يعني بعقليته هذه للحق، يعني انا ما كنت يعني انا ما كرهت. بعدين اصبحت انا اغلى نسيم عنده، يعني ريال فهمني ومعاه حقي، لو انا بدالي بعد نفس الموضوع، لكن الحمد لله رب العالمين الله سهلها، فكتبت علي علي سجد عليك الماي. ابوك ما عبرني ما اعتبرني في خشيبتي، يعني في الطياره يعني في خشيبتي المشتري، سيارنا بيصير سير السفينه، وقلبي على الغالي زايد حنين، ما ترى شو يصير ان طالت المده، شوق الهوى بيزيد وزياده عن حدي. شوف المذهب اضفت عليه كلام، انا دائما اعشق دار الهوى شامي، ضفت كلام عليه، رحنا يوسف المهنا من الخليج الحبيب خطبنا هي من مدركوه، لحنها غنام ديكان علاي لحنها، وبعدين اذا اكتب كلام يعني ما اقدر الحن اعطيه ملحنين، في اشياء انا احب لهم اليوم اخذه واطوره وارممه، مثل البيوت القديمه اللي ترممت ارمم هذا التراث هذا واقدمه صورة جميلة تواكب العصر. إبراهيم أنا أحس أنك حاولت تهرب من السؤال. أي سؤال؟ أنا سألتك اعتزلت التلحين أي. ورجعت للتلحين. صح كلامك صح صح، أنا آسف جدا، أنا أبحرت عنه شوي، أبحرت. اعتزلت تمثيل لأني شفت أول في بدايتنا نفكر كيف نضرب الناس. نحن عشنا جيل جميل. جيل عبد الوهاب والصباطي والموجي وملك حمدي هالكبار، بعدين قبلهم بعد انا اسمع لعبد الحمولي وصالح عبد الحي، اسمع اغاني صباح فخري فيروز ونصر شمس الدين، اسمع وديع الصافي في طرب، بعدين اشوف الناس الاعلام ما ساهم، انا اسف اقول الكلام، في يعني في انجاز الاغنيه ذات القيمه، الاغنيه لا يجب ان تجاز، يجاز اللحن، يجاز الكلمه، يجاز المطرب، مو باي واحد عنده خريطه في جيبه صار سجل في مصر وينعر هني، اسف يعني الله كرمه يوقف يعني على الكلام هذا، لكن
قلت انا ايش تسوي؟ اول افكر كيف نضرب الناس. انا لا يمكن افكر احنا مثل الناس الباقيين اللي يرقصون الناس. فصارت مساحه ومسافه كبيره بين اللي يضرب الناس واللي يرقص الناس. ولاحظت المسارح كلها. المطرب يغني جمله والحاضرين يغنون الاغنيه كامله يعني. فاصبح تاريخ الفن يعني. وهذاك الفن غير. يا ليت يعني احنا ندير بالنا يعني في 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 دول مجاوره مهتمه بالفن. ونحن دوله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين من اجمل الدول. سواء كانت البنيه التحتيه، سواء كان والحمد لله الله يطول بعمر شيوخنا ما يقصرون. ولكن نحن نبغي المسؤول اللي يدير باله علينا نحن الفنانين. ويطور الفن. لان الفن مهم جدا، هو مراه وخصوصا الفنون الشعبيه. بتنقرض فنوننا. بتنقرض. نحن نملك اكثر من 60 فن شعبي من السرع الى الفجيره. ليش رجعت؟ يا رب. ليش رجعت؟ ليش رجعت عن قرار الاعتزال؟ واحد من المسؤولين الكبار قال لي كنت لاعب كره. ما بطل اسمه واحد كبير كبير يعني. قال يبو انا قال خلي ابراهيم انا من التلفزيون للمقر هذا 10 دقائق. شفت جد السنه. ايورط انا قلت الاولين ها؟ يوم فتح ليش اعتزلت؟ قال لا خلاص خلاص فما قدرت يعني شرف كبير لما تسال لما تسمع مسؤول مهتم له ها يعني تفرح تسعد يسعدك هذا الشيء يشرفك ورجعت حرم انا اقول له قبل ان نختم اقول شكرا لمركز اللغه العربيه في ابو ظبي لتشريفي بإعداد كتاب عن الفنان القدير إبراهيم جمعة. وأعتقد أن لحن البحر الأثير أكثر ما يصف إبراهيم كفنان. في مداخلة إخوان دانيين شرفوني نخبة النصر فيا ليت نعطيهم فرصة حتى عندي سؤال أي سؤال في الأسئلة في أسئلة إبراهيم في أسئلة لا تخاف لا تخاف هذا الكتاب متوفر في أجنحة المؤسسة ولكن في إعداد هذا الكتاب أبغى أقول أن إبراهيم كان أكثر من متعاون كان سعيد أن هناك كتاب سيخرج عنا ولكن أتعبني كثيرا بحكم أن إبراهيم بسيط جدا في التعامل روحه إنسانية واسعة يقدر الآخرين بشكل كبير حتى الذين يختلفون معه ويحترمهم جدا هناك شعراء لحن لهم اختلف معهم ولكن لا يقول إلا أنا حلقت مع هذا الشاعر مثلا أترك المساحة الآن للجمهور إذا كانت هناك أي أسئلة قبل أن نختم أتمنى أي أسئلة لا ما أتمنى في إحراج أنت بعدين يعني أقول منور يعني وتنور وتضيف لي شيء صراحة سؤالي على بنية أنا المتيم أنا المتيم إيه إذا تخبرنا عنها قصتها والبنية إن شاء الله إحنا جانا نستاذ طبعا بالدور الملحق الثقافي في سفر مصر وكنا نعمل حفل آخر حفل آخر السنة لطلبة الإمارات في
في جمهورية مصر العربية. جماعة في السفارة طبعا اختاروا لنا مسرح معهد الموسيقى العربية في رمسيس. المسرح عريق يعني كان حضره الملك فاروق والملكة نازلي والكبار والبشوات، فاختاروا المسرح عشان نعمل فيه بروفات تمهيدا لحفل الطلب. من ضمن المطربين المشاركين عبد الرب ادريس، فرشحوني انا، قالوا بما ان علاقتك كبيره مع استاذ عبد الرب فخذ الجماعه من ضمنهم الكابتن حمدون وبعض الطالبات. رحنا سرنا عند عبد الرب ادريس في فسقته، قلنا له طلبت الامارات يحيونك ويا ليت تساهم في حفلهم السنوي. قال اللي يقول فلما يا البروفات في معهد اختاروا لنا فرقه موسيقيه يعني كامله. انا جلست جنبه قبل ما يدور على المغنى، قال لي ابراهيم سمعت عنك انك تكتب. قلت له الدكتور استاذنا يعني. قال لي سمعني شيء. قلت له يا من بحب بلاني واجبر فؤادي يحب على مدار السنين، حسيت ان غواني وانا المتيم في وده وفي خاطري لحنين. قال يا الله هذا حق ابو بكر وقال كذي. ها اليوم هذا اللي يعني الموهبه هاي اللي فينا نحن، ابو بكر سالم ولحن عبد الرب ادريس. فصابني نوع انا احترم الناس اللي اكبر مني لدرجه يجيك تخوف، ترى سنه اكبر منك وافهم منك. وقال بكره بمر عليك. مروا علي عندي القصيدة يا أبو بكر سالم شطب ست أبيات. قال اكتب. قلت أنا هو رجل يعني ملم باللغة العربية جدا مثقف. طلع أبو بكر كل ما اكتب قال لا قول زين تساعدني. قال شو الفائدة؟ أنا أبغي لهجتك. وكمل الحمد لله الأغنية خلال ثلاثة أيام كملت. انا بكتبها لو ابو بكر وعبد الرب وياي في الجلسه، لكني مرتبك تعرف تلميذهم انا يعني مهما كانت الحال. والحمد لله سجلناها وكان المرحوم طبعا عمار الشراعي هو اللي مسك سولو ولا سولو ولا الكورك وسجلناها الحمد لله. في أي أسئلة أخرى؟ احنا طال عمرك ما نقدر نقول حميد المزيري أستاذ إبراهيم قام في هذا المجال، فنحن والله نشكره على هذه المعلومات الثرية. واليوم صراحة عيشنا في أجواء موسيقية رائعة، ما أقدر أقول لك غير شكرا يا أستاذ إبراهيم بس. الله يسلمك. أنا فخور إني أنا أمام مجموعة يعني أتوقع منهم أي إضافة، لأن الفنان وفي ناس فنانين كثير على بالهم واحد من الفنانين قال أنا أسوي اللي يعجبني. لا لا، الفنان ملك الناس، اللي 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 يرفض النقد ما يتطور، خصوصا بالإنسان المثقف. ترى على فكره الفنان مو بلا يلحن، الفنان المتلقي بعد المتذوق. الحمد لله عندنا نحن الحين مجموعه يعني الحمد لله نشكر عليها في مجتمعنا ناس كثيره، خصوصا الناس الثقايل اللي محتك فيهم. اخاف لما اعمل عمل اخاف اسمحهم. ليش؟ لان ادري انهم بيضيفون لي شيء. من كثر احترامي لهم مو بخوف يعني خوف الرعب، لكن لا احاتيهم. بعمل عمل حقيقي، ارسل الاستاذ الدور، ارسل ملحه، ارسل الاستاذ محمد مر، ارسل احمد الطاير، ارسل لهم الناس. ادري هذيل الناس لو في شيء بيقولون لي بيضيفون لي. متعمد ارسل اي عمل جديد. السؤال الاخير تفضل استاذي. شكرا استاذ ابراهيم على مقدرتك لملاحقه
استاذنا الكبير واعادته الى النص. لكن انا واحد من الذين استمتعنا بهذا التداخل الجميل، بهذا الثراء المعرفي في الفن وفي الوطنيه وفي العروبه. هذه مسائل ربما ما كان يعرفها الكثيرين بالتزام الوطني والقومي، ولا غرابة لأنه مجاله ومن تعاون معهم هم بهذا المساحة. وربما ما أود قوله أن ونحن بجنب أبو بدر أستاذ بلال المدور اشتغلنا مع بعض في تدوين وتوثيق التراث، ولا زالت المهمة مستمرة، وأعتقد أننا أمام مرجعية مهمة يجب الاستفادة منها. أرجو لك طول العمر مزيد من العطاء. شكرا جزيلا. أنا كنت يعني لي الشرف سنة من السنين في مناسبة بمرور 100 عام على المدرسة الأحمدية، فكان لي الشرف أن أبو بدر رشحني إني ألحن بأمرين، وبعد مو بس ألحننا، سجلناه في تركيا مع أكبر أوركسترا، وجاب لنا فرقة عبرت بحركاتها عن الأوبريت بكامله، مدرب محترف، والحمد لله. يعني هذا بصمة يعني تاج على صدري وعلى صدر أحفادي يعني. الله يسلمك. صراحة. رشحني هو الوحيد اللي رشحني ما بين مجموعة من عناصر. كل الشكر للفنان الكبير إبراهيم جمعة. وصلنا لختام الجلسة اليوم، ونلقاكم غدا في جلسة مميزة عن الشاعر عبيد بن قدلان والشاعر بطل المظلوم في عذب المعاني للشاعر عوض بالسبع الكتبي. ولكن قبل أن نختم، هناك هدية من فنانة إماراتية لإبراهيم جمعة، فتتفضل. جميع الشكر والتحية على الحضور، والفنان الكبير كل الشكر.